سيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، نلتقي مجددا مع الأخوادي في هذه الجولة الصباحية بإحدى الغابات المجاورة لمدينة سالا الجديدة. حقيقة جو رائع جدا من بعد الأمطار، أمطار الخير اللي تسقطت، الحمد لله كاين واحد الجو رائع ورائع جدا. حنا حاليا خارجين نديرو شوية لامارش، تبارك الله الجو جميل، السوادي راه مكونسونطري مع لامارش، راه نزل عليا القب ديالو ودير لي هذاك الصاك تما قدامو ما عرف شنو فيه. الحمد لله حنا غادي، حنا تنذكرو دابا الايام الخوالي، كنا نترينا انا وياه يوميا، ولكن انت دابا باقي الحمد لله كلشي مزيان. دور عندي السي وادي، دور زيد اخويا، قول لي الابتسامات ديالك اخويا. الانسان غادي كيكبر عندي كلاش ديال اللي كنا نديرو. هادشي اللي بغيت نسولك اخي وادي، شنو هذا؟ وي تفضل. بالنسبه للرياضه والتقدم في السن، يعني كيفاش الانسان يتعامل مع الرياضة وهو متقدم في السن؟ يعني هنا انا سؤال مهم تري امبورطون، يتعامل مع السن على حسب الصحة ديالو. يفالي با فورسي باسكو مي كنتريني ما نقولش انا عندي 18 طون، نقول عندي 50 طون، عندي 40 طون، عندي 60 طون، يعني على حسب لاج، نتريني على حسب لاج ديالي. لي زيفور اللي كنت كندير في 18 طون 20 طون ماشي هو اللي كنديرو في 50 طون ولا 40 طون ولا شي حاجة، هذا هو لو بلو. بالنسبة لدابا حنا في لاج ديالنا تقريبا، حنا يعني نجاور الستينات وتجاوزنا الستينات، شحال تقريبا ديال الوقت اللي ممكن الانسان يخصو الرياضه في الاسبوع مثلا؟ وشنو نوع الرياضه اللي محبب؟ الرياضه هو لا مارش، هو لا ميور دي شوز بو انوتر اج، هو 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 لا مارش. هناك تي ديباس با، ما ديباسيش ساعه الا ربع، الفولاي با ديباسي. ولي موفمون عاوتاني دي موفمون خفاف، يعني غير بوغ فار لو سيركي دو سون ديالك وداك الشيء. يعني يدير الانسان 3 فوا بار سومين مزيانه. الوغ انسان تا كوتيديانمون ماشي مشكل. باسكو حنا كنخطئو، حنا كن باغ فوا كنخطئو. كنترينو نقولو فوالا نتريني، انا كنت كندير اجي دو 18 ولا 20 طون، انا كنت كندير دوك لي موفمون خصني نعاود نديرهم، هادي سيتي نيغاغ. هذا هو خطا كبير. منديش دوك لي موفون اللي كنت كندير الاج دو 20 طون. يعني حتى الجسم ديال الانسان ما بقاش كيستحمل داك. افكتيفمون دابا غير تجلس وتجي تنوض تقول الله على الوالدين. فعلا فعلا هذه ملحوظه محله. الرياضه حتى هي راه خصها تكون مقعده. شوف عندها الرياضه عندها قوانين ديالها، نجو الصراحه عندها قوانين ديالها. يعني كنعاودها لك ونكرر لك، لاج ديالنا ما يسمح ليناش باش ندير ان ايفور دو 20 طون ولا 30 طون. باسكو 50 طون 60 طون داك الشيء خص تحسب، دير لونترينمون على حساب لو كور دو على حساب لاج ديالك. فعلا. يعني هذا هو بوغ ايفيتي تو بيغ، شي حاجه دو بيغ. يعني ربما سبحان الله لومبير ما شي حاجه وين باسكو الا كليتيها في لومبير وانت عندك 60 طون طول حياتك غتبقى ديما في المشكل. الو فو ايفيتي فو ان بوتيت مارش خفيفه ظريفه. وشنو الصحه والراحه وانت شنو التاثير ديال الرياضه على 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 بحال هذا السن؟ يعني التاثير والايجابيات ديالها، الايجابيات على الانسان ملي تيكون مثلا كبير في لاج وكيدير الرياضه كيستمر في الرياضه، يعني شنو التاثيرات النفسيه والايجابيه الايجابيه النفسيه والجسديه؟ الايجابيه بون انا قلت لك يعاود سيتادير تكون لا سيركيلاسيون دي سون ديالك مزيانه، يكون ولو ميز ديالك ما يبقى ديما حي، ديما يعطي لي في ديالو. ونفسيا نفسيا مورالمون كي كيكون نفسيا مورالمون كي كتريني وتمشي تدوش انت براسك غادي تحس، لو مومون غادي تحس تقول شو سبحان الله، ما توليش تفكر ولا غير كضحك، تولي تقول سبحان الله شدرت خديت شي حاجه اللي رجعتني ناشط، بحال ترجعك ناشط. لونترينمون سي سي الحمد لله هذا هو الحمد لله والله. نتمنى كاع اللي كيشوف هذا الفيديو هذا يعني كيتريني بدون خشونه. الله عليك. باسكو داز واحد ما وان فيو 100 الور يجري 100 الور سنور الور، هذا خطا كبير تاع لو كور على كل شيء، خطا كبير يمكن يطلع له شي شوت ولا دي شيرير ولا شي. لا ماشي غادي دي شيرير، شي كارديو فاسكولار. كارديو فاسكولار وي باسكو لاج ديالك تجري بديك لا فيتاس نو تعطي شي فو بروس تمشى ودير بتيت موفمون وصلاة على النبي.